الصلاة والسلام على رسول الله. أخوكم زهير الغامدي، معلم العلوم في ابتدائية الفيصلية بالمجمعة. حاب اليوم إن شاء الله أتطرق لموضوع قانون حفظ الكتلة، وهذا القانون طبعاً موجود في مناهج العلوم للمرحلة الابتدائية في الدروس المتعلقة بالتغير الكيميائي. الحين راح نثبت قانون حفظ الكتلة، ونثبت إن كتل المواد المتفاعلة تتساوى مع كتل المواد الناتجة، يعني كتلة المادة المتفاعلة هي نفسها كتلة المادة الناتجة بعد التفاعل. أدوات التجربة اللي نحتاجها إن شاء الله اللي هي سلك مواعين، كيس بلاستيك، ماء، خلطة عام، كؤوس زجاجية أو أكواب عادية إذا كان تنفيذ في البيت، وراح نستخدم أيضا ميزان حساس. طريقة تنفيذ التجربة، ناخذ قطعة النحاس، عفوا قطعة الحديد وسلك المواعين هذه، ونغمسها في الخل، نغمسها في الخل حتى تتشبع بالخل، ثم نسوي لها سكويز، نتأكد ان القطرات كلها يعني تقريبا نفذت من القطرات. بعد ذلك نضعها في الماء ونغمسها قليلا ايضا في الماء، ونسوي لها سكويز، نتأكد. بعد كذا راح نضع سلك المواعين هذا في داخل الكيس، ونتأكد ان الكيس ما فيه هواء، نحاول نحن نفرغ الكيس من الهواء وندخل هذه القطعة في داخل الكيس. تنفيذ التجربة، الآن راح أحسب الكتلة قبل التفاعل، قبل ما تتفاعل يتفاعل الخل والماء والحديد مع بعضهم، راح أشوف كم قيمة الكتلة، كتلة المادة مع بعضها المتفاعلة، 5 جرام. خلاص أخذ الكيس هذا وأخليه على جنب لمدة 5 دقائق. بعد 5 دقائق راح أشاهد تكون طبقة برتقالية على سلك المواعين، بكذا راح تأكد من حدوث تغير كيميائي اللي هو أكسدة الحديد، اللي هو صدأ الحديد. كذا راح ينتج عندي مركب جديد اللي هو FeO. ثم بعد ذلك أعيد قياس كتلة المادة بعد التفاعل، ننتظر 5 دقائق ونرجع إن شاء الله. بعد حدوث التغير الكيميائي الحاصل أمامكم، اللون البرتقالي اللي يعبر عن صدأ الفلز أو صدأ سلك المواعين اللي صاير الآن، واللون البرتقالي، الآن راح أقيس الكتلة بعد التفاعل، هل تغير شيء أم ما تغير؟ إذن الكتلة النهائية بعد التفاعل هي 5 جرام. إذن كتلة المادة قبل التفاعل كانت 5 جرام، وبعد التفاعل 5 جرام، فبالتالي أثبتنا قانون حفظ الكتلة للطلاب، وإنه المواد كتلة المواد المتفاعلة هي نفسها كتلة المواد الناتجة. أتمنى أكون أفدتكم. كان معكم زهير الغامدي، السلام عليكم.